في أحضان غابات جرش تقطن ابتسام يوسف وزوجها غرفة مغطاة بألواح الزنك الآيلة للسقوط في أي لحظة. غرفة لا تقيهم بردا ولا حرا، وظروف اقتصادية في غاية الصعوبة تحت ما يسمى الفقر المدقع، وأمل يحدو الأسرة بتبدل الحال. لنتابع. والله يا خالة إنه بيصب علينا مي وهي نتبهدلنا وأوعينا، وما في عندنا حمام ولا مجلى ولا عندنا أي إشي. ظروف سيئة، عندي عريشة لف جيب الزينكو خربان، وناس تبرع لي فيهن ولفيتن ودي أقعد فيهن، ما معي مصاري أستأجر، ووضعي سيء، وظروف المادة الله يعلم فيهن إنه 50 دينار. ما في إلي معين إلا رب العالمين، لا إلي ولد ولا إلي ناس، وجوزي مريض بالنفسية وعنده نسبة عجز 85%، ما بيقدر يشتغل، وأنا ما في دخل علي إلا 50 دينار، وال50 دينار شدن يعملن، لا هن أكلاتنا لا هن مشرباتنا لا هن صرفات دواء إلي ولا الجوزي. الغرفة الله يعلم فيه، هي جيت انت شفت والمية تصب علينا، وانا ما في معاي مصاري استاجر، وانا بين ودي اروح، واهل بلدي الاردن بخير واهل الاردن بخير. انا اردنية وجوزي فلسطيني وما معه جنسية اردنية، ونعاني بالظروف، والظروف عندنا الله يعلم فيها الا رب العالمين، وانا اطلب من اهل الخير وما يخلوا بنتهم الأردنيين النشامة، وما في لينا معين إلا رب العالمين وأهل الخير. يعني برد، ما عندي دفاية ولا عندي فراش ولا عندي سجاد ولا عندي إشي، يعني وضعي مأساة، وأنا يعني قاعد تحت الحرشة وهيني بعريش تزينكم، الله يعلم فينا شو أوضاعنا سيئة.